حبيب الرجال الرجال حبيب كل شوي وسكر وطمن من لو انك وجعني ودي اكلمك كل شوي واسكر ابغى تطمن مثل لو انك وزاني من امس واليوم والليله وانا افكر تكفى تحرص على روحك علشاني أرب عادك إلى ذا الحين متذكر إن أنت وأنا ما نستغني عن الثاني إن أنت وأنا ما نستغني عن الثاني الله الله أنا والله إني زعلت أبوي اليوم دق علي اليوم قال مهدي وينك وين اللي بيروح العيال قالوا الساعة 6 وأنا صحيت الساعة 4 أقوم والله أنا زعلان وأنا أعتذر إذا الكاميرات علينا أنا أعتذر لأبوي من هذا المنبر أعتذر وليه يومك تزعله يا تاج راسي وليه يومك تزعله وما تكرر بإذن الله أنت ليه وليه يومك أنا اللي يقول ليه ما تقوم بدري ومن ذلك هو صاد وليه ما تقوم بدري هو صاد والله لا تقولوا حنا ماشيين الربع الساعة 4 دقنا على فؤاد قلنا وينك يا فؤاد قال انا دوب صحيت يقول الساعه 4 كذاب يقول بنمشي اسمع يكذبني شفت الكلام ذا انطلع والله لا نزل المقطع ان شاء الله اذا طلع الكلام ذا واني اسمع واني لا انزله في السناب واقول شوفوا شوفوا كلام في الواتساب اسمع انت قاعد اقول لي لا ترجع للحوار هذا الموضوع انت متزعل الوالد ليه؟ ليه؟ يقول لي ما تصحى لا 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 عين خير عين خير لا لا خل عين خير عين خير الرجال معلم عين خير راسلتها الساعه 4 ايوه في الواتس قلت يا فؤاد تخوينا اسمع لا لا خلاص ولد اسمع يا رب اسلم دقيت عليها الساعه 4 مكالمه موجوده في الجوال بالوقت الساعه 4 و10 دقائق ايوه كلام فؤاد العلوم وينك؟ قال انا في البيت تتخوينا احنا بنمشي قال تمشون الحين؟ قال قلنا قال دوب صحيت باقي بس بتغدى وبغسل بدلتي وبغسل يقول ما ادري ايش اقول تقعد احنا ماشي انا الضربه هراك اعلمك قال احتلوني نص ساعه قلت طيب نص ساعه لما نحتلي اعترف خلي انت الساعة 4:30 للرجال تاخر 5 للرجال متاخر لازم تاخر يا فؤاد وين قال انا تحت في الزحمه في طريق ما ادري ايش اسمه طريق ما ادري من يا فؤاد لين جت الساعه 6 يوم جت الساعه 6 لو جاء جاي اسمعني اسمعني قبل ما اصلي اللهم صل على النبي محمد انا بحكم بينكم انا اول اسمع 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 اول جلسه محاماه وقانون والله مجي دقيقه والله مجي الرجال مزعل ابوه الرجال مزعل ابوه مزعل ابوه انت اسمع اعترف كلامي صح انت عبيت الشيء ذا الرجال مزعل ابوه الرجال مزعل ابوه والله يا فيصل احكم بالعدل اني انا عني حلفت والله العظيم اني قايم الساعه 4 وعليها تمام شفتوا شفتوا بدايه الغيث ورسلت لمن قلت يا واد بخاوي اليوم الشيخ ماجد الشاعر ما انت الكلام ده خلني اعلم لا 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 وارسل له واقول ميدا يا ماجد ايه واقول ميدا يا ماجد انت وينك؟ قال انا في الرمال ذا الحين قلت ايوه والله لا اقول نفس قال قلت طيب متى تبون نمشي؟ اوجه ذا الحين صوبكم قال والله العيال اليوم متفقين دحام ومن دحام وبندر قال حنا متفقين نمشي الساعة 6 قلت اوكي الان اثبت لكم اللي في البرنامج روحوا تشوفون وش نزلت اسمع اسمع كله يوم انك تزعل ابوك يوم انك تزعل انا رضيت وش ناديتك يا حبيبي وانت عودك خزران لا عديتك سامت لما تنسى السنين الماضية ويعود
عودي ما سموك عود الا ولك قدولي حتى لا يدي عيناها عن قطفتك متغضي حتى لا يدي عيناها عن قطفتك متغضي شوفوا كيف فارس وقته وخيال وشاعر دمشق 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 دمش